انطلقت أعمال ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، والذي يعقد على مدار يومين بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وعدد من الرموز وقادة وممثلي الأديان وثقافات حول العالم. يأتي ملتقى البحرين للحوار برعاية ملك البحرين ومشاركة نحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.